اطلع لفاصل. قلقتنا كلنا بحكم ان احنا بنحبها، ومن الاصوات اللي بنعشقها جميعا النجمه انغام، بعد الوعكه الصحيه اللي تعرضت ليها على مدار الفتره الماضيه. الشيء المطمئن انه الحمد لله عادت الى منزلها، وفي فتره نقاهه لحين يعني اكتمال مرحله الشفاء. لكن خلونا نطمئن اكتر عنها وعليها، لان ده يعني شيء يهمنا كلنا، وحجم المتابعه والدعاء اللي كان على مواقع التواصل الاجتماعي ليها حجم يعني مش غريب جدا لنجمه بحجم النجمه انغام. يسعدنا في هذا الاطار ان نرحب معنا بالدكتور اكرم العدوي، الطبيب المعالج للنجمه انغام. دكتور اكرم، مساء الخير. مساء النور، أهلا يا رب. برحب بحضرتك معانا، ارجو ان حضرتك تطمنا عليها، ويعني خصوصا بعد ما اعتقد انتهت بشكل او باخر المرحله الاوليه من العلاج، والباقي بقى فتره نقاهه كده في المنزل على ما علمت. الحقيقه ان كلامك ده دقيق جدا وتحليل مظبوط. نقدر نقول الحمد لله ان المرحله الحرجه عدت. هي كانت بتعاني من بعض المشاكل اللي كانت بتستدعي اجراء بعض الجراحات واستئصال بعض الاجزاء اللي كان فيها يعني شبهات. الحمد لله التحاليل بتاعتها للانسجه كلها اثبتت الشفاء التام بتاعها، الحمد لله. والمضاعفات اللي كانت مترتبه على تكرار الجراحات اللي كانت موجوده قبل كده الحمد لله حطيناها في اطار علاجي دوائي تحفظي مظبوط، ونقدر نقول انها بفضل الله وصلت لتمام الشفاء، الحمد لله، واحنا بما لم يستدعي اي تدخل جراحي اخر. لا لا، مفيش كلام. هي عملت عمليه واحده، والعمليه كانت معموله على اعلى مستوى من الدقه والكفاءه، وادت الغرض المطلوب منها. الحمد لله. والمضاعفات اللي بتظهر في فتره اسبوع او ما يلي الجراحه دي بتكون معتاده بنسبه معينه. بعض اللي بيجروا مثل هذه العمليات الكبيره في البطن او الحوض، وخصوصا اللي بيكونوا اجروا حضرتك جراحات متكرره في البطن قبل كده. نعم. وتم التعامل معاها طبقا بالاصول الطبيه المضبوطه، والحمد لله هي من امبارح الصبح الحقيقه كويسه استاذ رامي، واحنا اديناها برميشن امبارح، قلت لها ممكن تروح، بس هي كانت حابه تقعد يوم زياده استمرار، والحمد لله النهارده رجعت البيت. الحمد لله. واعتقد ان في خلال 3 4 5 ايام اسبوع هتستعيد كامل نشاطها الجديد ان شاء الله باذن الله، ترجع كده تنور مكانها وتطردنا بصوتها، ويعني كل التقدير لحضراتكم على الرعايه الطبيه المتميزه. كتر خيرك، وده واجبنا، واحنا بنطمن الجمهور العريض بتاع يعني النجمه الكبيره انغام انها بفضل الله الامور كلها مستقره، وان شاء الله قريبا يعني تقابلهم بقى في حفلات وتمتعهم بفنها الجميل باذن الله يا رب ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، حضرتك طمنتنا وطمنت كل جمهورها ومحبيها. دكتور اكرم العدوي، الطبيب المعالج للنجمه انغام، بشكرك شكرا جزيلا.